في أمثلة على منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، أمثلة لها العجب، أمثلة لها العجب، كالذي في صحيح البخاري عن سيدنا الفاروق عمر رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت هذه الآية في كتاب الله. تكتب آية؟ إيش هي؟ إيش هي؟ آية عندك يعني الناس لا يعرفونها؟ حفاظ كتاب الله، حوافظ كتاب لا يعرفون هذه الآية؟ قال: هذه آية الرجم. الخطبة الجاية إن شاء الله عن الرجم، عاد هذيك حتكون شوي مصيبة. إيه عن الرجم، هل في رجم في دين الله ولا فيش رجم؟ حنشوف مسألة كثير محرجة، حنشوف بالأدلة إن شاء الله. طيب إيش قال عمر؟ قال: والشيخ والشيخة. قال هذه آية، شوف، قال: والشيخ والشيخة، من أولها عرفناها كذب. تعرف ليه؟ الله قال: الزانية والزاني. قدم المرأة يعني، قال لك الشيخ إيه اللي حطتها؟ مش عارف إيش بيطلع من راسه. عمر ملوش علاقة بيها ولا سمع فيها في حياته، هذا اللي حطوها بعدين. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. البتة في كتاب الله؟ في البتة هذه؟ البتة ما شفتهاش البتة في كتاب الله، مش موجودة البتة في كتاب الله. هالصيغة هذه البتة وبتاتا عربية فصحى، بس مش في كتاب الله ولا مرة على غير البتة. قال: فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: أنا بس خوف يقول عمر إيه زاد في كتاب الله. يا عمر، فيما ينسب إليه حاشاه الفاروق، وهذا عندك أنت لحالك بس يعني؟ أين تهت عنها الأمة؟ وتتعلق بإيه؟ بإزهاق نفوس، رجم ناس، قتل ناس، وما بيعرفها إلا عمر يعني؟ إيش القصة هذه؟ حديث أحد. قال لك آية الرجم، رجم إيه يا جماعة؟ حديث إيه هذا؟ واضح الأمور في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب في حديث ابن مسعود، حديث إيه؟ ابن مسعود في فكفارته وإطعام 10 مساكين إلى أن قال: فصيام 3 أيام متتابعة، أو قال متتابعات. فنسخ متتابعة أو متتابعات، وبقي ماذا؟ حكمه. شرط فيها التتابع في صيامه الأيام الثلاثة أو الثلاثة الأيام، شرط فيها التتابع، لكن اللفظة إيه نسخت؟ يا رجل لو أنزلها الله ما نسخها ليه؟ وبعدين مشروطة يعني، حكمها موجود، وزي ما قلنا إحنا عندنا حكم بالدليل على الحكم، كيف تنسخ الدليل؟ صح؟ بماذا أصير موجودة؟ وعلى فكرة كيف هي نسخت ونسخة التلاوة وكذا؟ وبتقولوها قاعدين أنتم، شوف الكذب، شوف التناقض. إيه؟ حتى مثل إيه؟ حديث عمر، طب هاي عمر حفظها ووصلت إلنا، يعني هذا القرآن، طب الرجع نكتب عنه، مش معقول يا أخي. إيه؟ أنس ابن مالك، وهذا أيضا في الصحيح، يقول نزلت إيه؟ صورة، وهذه الصورة طويلة كانت، طويلة، في طول براءة، في طول براءة، وارتفعت، وظل منها آية نتحفظها، بس تنسيناها كلها، راحت الصورة كلها، ضاعت من عقولهم وكل شيء. طب والكتابة كانت تكتب، ألفوا لك أحاديث فعلا لها العجب. قال لك حتى المكتوبات صبح الصباح كل ممحو، عالم معجزات، عالم خوارق، عالم سحري، نعيش في عالم سحري، كلام فارغ. لكن هذا إيه يناسب العقول إيه القروسطية، بيحبوا شغلة هذه، إنه هذا كاتب إيه في لخفة، هذا كاتب في عسيب، هذا كاتب في رق، في جلد، وصبحنا الصباح كله رايح، ومن الروس رايح. طب أنا أقول لك، وحتقول لك الويلات يا عدنان، أنا أقول لك والله لو حدث هذا ما عرفنا. تعرف ليه؟ ما هو بالعقل، لو فعلا كان موجود في الصدور وعلى ألسنة متلوا، كان متلوا يعني وفي اللخاف وكذا، وارتفع كله من الصدور والصدور كل شيء، والله ما عرفه واحد، صح ولا؟ ولا رواه واحد، وما يقولش اي صور، ما انت نسيت كل حاجه، صح؟ انتبهوا، عشان هيك استخدموا دائما العقل، يقول لك عقلاني يا جهلاني. طبعا لازم اكون عقلاني عشان والا بنتورط بنمرط معنى كتاب الله نفسه. ما عرف احد. هذا مثل ايه؟ فرضيه بوانكير، هوري بوانكير، العالم الرياضيات الفرنسي العظيم. شوف هذا الذكاء، ايش قال؟ قال لو صبحنا الصباح ذات صباح فوجدنا كل شيء في عالمنا تضاعف 100 ضعف او 1000 ضعف. شوف عالم خارق 1000 ضعف، بس عينك نفس الشيء ورموش عينك وكل شيء والشمس والقمر. ايش اقول بوانكير؟ هنا هوري بوانكير قال مستحيل على أكبر رياضياتي، على أكبر فيلسوف ذكي أن يعرف أن هذا حدث، صح ولا؟ لأن الكل مع بعضه في نفس مستحيل ما نعرفش، صح ولا؟ كذلك إذا هذا كله ارتفع من كل شيء كيف عرفناه؟ كيف روينا هذه الواقعة؟ ما حد يقدر يعرفها، خلاص انتهت، راح. إذا تقول لي هذا ممكن يصير، هذا شيء بالعقل ممكن، بس مش ممكن تروي لي وتقول لي حصل معنا هيك، أقول لك لا تكذب عاد، بيكذبوا عليك طبعا، الصحابة لا يمكن يكذب، تكذبون على أصحاب رسول الله، إنا لله، واضح؟ إيه طيب قال لك نفس الشيء، سورة الأحزاب هذه كانت في حجم سورة البقرة. اعمل بينها أنت هيك مقارنة، بطلع منسوخ تقريبا زهاء 213 آية، 213 آية راح مرة واحدة هيك. تخيل إيه سورة الأحزاب كانت في حجم إيه سورة إيه في طول، في مثل طول سورة البقرة،
بعدين راحت، الله عملها اختزال ريدكشن، اختزلت هكذا، بقيت هكذا. يعني قديش المنسوخ؟ زهاء 13:200 آية راح. كلام فارغ، هذا كلام كثير يا أخواني. إيه؟ عائشة بتحدث عن آيات كانت موجودة ومكتوبة وضاعت بالكامل. ينسبون إليها أم المؤمنين، حاشاها، تنبهوا دائما، ينسبون إليها. وين يا أم المؤمنين؟ قال أكلتها الداجن، كانت في ورقة وتحت السرير، وبعدين النبي توفي واشتغلنا بوفاته، أجت الداجن العنزة هيك أول حاجة وأكلتها وراحت الآية، ضاعت الآية. وكيف إيش عرفتي؟ كيف عرفتي؟ ما أنت حافظها، وين؟ وين الآية؟ اكتبها مرة ثانية طيب، صح؟ أكلتها الداجن؟ هو القرآن محفوظ في السطور؟ أهم شيء قرآن، اسمه قرآن في الصدور، اكتبيها طيب، مليها علينا. لا راحت، ضاعت. كلام لا يركب يا جماعة، والله الذي لا إله إلا هو. حين أقرأ هذا الكلام حتى وإن كان في الصحاح، والله يغلب علي، أقول الله أكبر، إيش المكر الذي مكر بهذه الأمة؟ مين اللي دسوا هذه الأشياء؟ وكيف نجحوا في دسها على الأمة؟ والله العظيم تشكيكا لنا في كتابنا، لأن الكتاب أعجزهم بفضل الله عز وجل. هذا اسمه في إيه؟ اسمه الإعجاز التاريخي، historical credibility، يعني كريديبيليتيت، المصداقية، الموثوقية التاريخية. قرآن من 1430 سنة، أكثر حتى، جيب 13 سنة كمان، إيه 34 حط 13، يعني قريب من 1450 سنة في الحجر مكية. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أقسم بعزة جلال الله لا إله إلا هو، لو لم يكن هذا الكلام كلام الله لحرف القرآن، صح ولا لا؟ طبيعي يتحرف، 1400 سنة بيتحرف بخمسين طريقة، ولا واحد قدر يحرفه لليوم. وكما هو بفضل الله عز وجل يتلى من أوله إلى آخره. تعرفوا ليش؟ لأنه الله قال لا، جربناهم إحنا، جربنا يهود النصارى واستحفظناهم على الكتاب فلم يحفظوا، المرة هذه مش هجربكم، والحمد لله ما جربناش، الحمد لله، لأنه عز علينا. تعرف في ناس ينقمون علينا، علي وعليك وعليها وكذا، إنه قال بينكر النسخ، عز علي يا حرام، إن القرآن في شيء، في شغلات باطلة يعني، بده هو فرحان، حابب انت الشيء هذا يعني؟ مبسوط انت؟ متمتع ان القرآن فيه احكام انتهى خلاص يعني ابطلت؟ فرحان انت؟ وغضبان من عدنان وغير عدنان انه قال ما فيش نسخ في كتاب الله، ليه؟